السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم، معكم أخوكم محمد من قناة شروحات للمعلوميات في حلقة جديدة، والتي سنتطرق إن شاء الله من خلالها إلى كيف تقوم بتحويل أو كيف يتم قبول موقعك الإلكتروني في جوجل أدسنس في غضون أيام قليلة جدا، في غضون يومين على الأقل. فأنا قد تم قبول حسابي في أدسنس في غضون يومين فقط، فقد قمت باتباع بعض الخطوات، وبعد ذلك قمت بالحصول على حساب عادي من مستضاف إلى عادي. فكما تلاحظ هذا الحساب الخاص بهذا حساب آخر، فعندما تقوم يكون حسابك في عندما قبل أن تقوم بمراسلة جوجل أدسنس سيكون حسابك على هذا الشكل، ستظهر هذه الكلمة حساب مستضاف، كيف تقوم بتحويله من مستضاف إلى عادي. ذلك ما سنشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة، فتابعوا معي الطريقة. في هذا الدرس إن شاء الله سوف أقوم بشرح الدرس، وأنا جد فرح اليوم إن شاء الله تم قبول حسابي أو موقعي الإلكتروني في أدسنس. فبعد أن قمت بمراسلة جوجل أدسنس عدة مرات في مرات سابقة، عندما كنت لا أعرف كيف أقوم بمراسلتهم وكيف ومجموعة من الأشياء، قد قمت باتباع بعض الشروحات على اليوتيوب، لكن هذه الشروحات كانت مجرد كلام فارغ فقط. يجب عليك أن تقوم بالحصول على 100 تدوينة، أو يجب عليك أن تكون مواضيعك حصرية، يجب عليك أن تقوم بأرشفة الموقع الخاص بك في محركات البحث، فهذا أمر جيد. لكن الأمر غير جيد هو أنك عندما تريد أن تقوم بإرسال موقعك الإلكتروني إلى جوجل أدسنس تقوم ببعض الأخطاء الفادحة، وهي أن تقوم باستخدام بعض البرامج لجلب الزيارات إلى موقعك. فوالله العظيم أنا لم أقوم بجلب زيارات أو شيء من هذا القبيل، فقد قمت باتباع بعض الخطوات من إحدى الإخوان، فكما قلت قمت باتباع بعض النصائح. لهذا أنصحكم دائما يجب عليك أن تقوم باستشارة ببعض الأشخاص الذين لديهم دراية جيدة بهذا الأخير. جيد، أنا كما قلت قمت بمشاهدة مجموعة من الشروحات. هناك من يقول لك يجب عليك أن تحصل على 100,000 زيارة، أو يجب عليك أن تقوم بكذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذه الأشياء كما قلت لم تجدي فائدة من هذا الشيء. لاحظ معي، فأنا مدونة الخاصة بي لا تتوفر على زيارات. لاحظ معي هنا 8 9 10 11، هذا هي مجرد الزيارات التي حصلت عليها. لنذهب إلى الإحصاءات. لاحظوا معي، فأنا لا أتوفر على زيارات حتى قمت بمراسلة هذا الأخير وتم قبول حسابي في أدسنس. لاحظ معي هنا، ليست هناك زيارات كبيرة. لاحظ معي هنا 10 8 7 5 5، وهنا بعض المحركات البحث التي تمت البحث عن الموقع الخاص بي. فكما قلت فهناك كلام فارغ يتم تداوله على بعض الشروحات على اليوتيوب، كلها مجرد كلام. لاحظ معي هنا، هذه هي المواضيع التي قمت بنشرها. لاحظ معي هنا 10 زيارات، مصدر الحركات الزيارات. لاحظوا معي هنا محركات البحث، أغلبها من محركات البحث. فأنا لم أقوم كما قلت باستخدام بعض البرامج الخاصة بجلب الزيارات، فكموقع هيتليب أو غيرها من المواقع التي تقوم بجلب الزيارات، أو بعض البرامج كالبرنامج الصيني المعروف، لا أتذكر الاسم الخاص به. سوف أقوم ب الموقع اسم البرنامج جينجلينج أو غيرها من الأشياء تقوم بجلب الزيارات. فعندما تقوم، تأكد معي، فعندما تقوم بجلب زيارات من خلال بعض المواقع أو بعض البرامج إلى الموقع الخاص بك، إلى الموقع الخاص بك، فاعلم أن الموظفين الخاصين بجوجل أدسنس فهم يقظين ليس نائمين، فسوف يراجعون من أين أتتك الزيارات، وبعد ذلك سيكتشفون أنك قمت باستخدام بعض كمان ماذا سأقول لك، بعض الخطوات الغير شرعية، فهذا الأخير سيتم رفض حسابك. لهذا قم باتباع هذه النصائح التي قمت باتباعها،
تقوم بجلب مواضيع حصرية. هناك من يستخدم بعض المواقع فسابقا، بعض المواقع تم نشرها، بعض المواضيع تم نشرها في محركات البحث، ثم بعد ذلك يجب يقول لك يجب أن تقوم بتحويل النصوص من اللغة العربية التي تم نشرها مسبقا وتقوم بتحويلها إلى اللغة الإنجليزية من خلال بعض المواقع. كل هذه الأشياء سأضع لكم إن شاء الله روابط أسفل الفيديو حتى تفهمون جيدا ما أقوم به. كما قلت، وبعد ذلك يكتشفون الموظفين أو ماذا أقول لك، المسؤولون في جوجل أدسنس يجدون أن هناك ثغرات، وكذلك هناك مجموعة من المحاولات الغير لائقة تقوم بها، فبعد ذلك سيتم رفض حسابك في أدسنس، فلن يتم قبول حسابك في جوجل أدسنس. لهذا يجب عليك أن تقوم باتباع هذه الخطوات التي سأقوم بشرحها لك إن شاء الله. كل هذه الأشياء سأقوم بشرحها إن شاء الله في حلقة قادمة، لا أريد أن أقوم بإطالة في الموضوع. المهم أنني سأقول لكم يجب عليك أن تعتمد على ناطق رسمي أو ناطق مدفوع بإن صح التعبير. يجب أن يكون .com أو .net أو .bat أو يكون .info أو غيرها. المهم أن يكون الناطق مدفوع، وأن يجب عليك أن تقوم بإنشاء مدونة أجنبية وتضع بها 20 مقال بالتحديد بالكامل. فأنا قمت بإنشاء 20 مقال فقط وتم قبول حسابي في أدسنس. سأذهب إلى المشاركات، نذهب إلى المدونة الخاصة بي ولاحظوا معي، فأنا قمت بوضع 20 مقال. لاحظ معي هنا 21 مقال، هذا ما قد سبق قمت بإنشائه البارحة. قم بإنشاء 21 مقال، لا مشكلة. لاحظ معي 21 مقال، وقم باعتماد نفس خطوات التالية. قم بتحويل موقعك من موقع عربي إذا كنت تريد أن تقوم من عربي إلى إنجليزي. فإذا قمت بمراسلة جوجل أدسنس وأنت موقعك باللغة العربية فعلاً فلن يتم قبولك، لأننا كما نعلم جميعاً فجوجل أدسنس لا تقبل المدونات العربية بهذا المعنى، لأننا نقوم ببعض الأشياء الغير شرعية وغيرها. كما قلت، قم بإنشاء مدونة باللغة الإنجليزية، وهناك العديد من القوالب الخاصة، القوالب الأجنبية، سأضع لك رابط أسفل الفيديو لتحميل بعض القوالب الجميلة جدا. وقم بتحميل كما قلت، وقم بالبحث على قالب لم يسبق أن تم نشره على محركات البحث حتى يتم قبولك. ويجب أن يكون القالب كما قلت مرتاح للعين، وكذلك يجلب الزيارات أو يجلب الزوار. فإذا قام الزائر بالدخول إلى موقعك سيعجبه من خلال النظرة الأولى. فإذا قمت ولا تكثر من الأشياء التافهة كبعض الساعات وكذلك بعض المأوسات الزائدة وغيرها من الأشياء، وكذلك بعض الأشياء التافهة كما قلت، فأنا موقع لم يتم نشر عليه حاليا الإعلانات، فهنا سيظهر إعلان هنا وسيظهر إعلان هنا وكذلك إعلان هنا قمت بوضعهم. هنا أتتني رسالة يطلبون مني أن سوف يتم إظهار الإعلانات في غضون ساعات قليلة. لاحظ معي هنا، تم اعتماد موقعك الإلكتروني، تهانينا لقد تم اعتماد حسابك في أدسنس لعرض الإعلانات على موقعك الإلكتروني. سنقوم بالدخول إلى الرسالة، وستلاحظون أن تم قبولي اليوم. كما تلاحظون هذه الرسالة في اليوم، كما تلاحظون 30 يناير 2018 في 11:58 قبل 59 دقيقة. لاحظ معي هنا، تهانينا، تم اعتماد حسابك في أدسنس لعرض إعلانات أدسنس على موقعك الإلكتروني، في خلال بعض ساعات ستبدأ في رؤية الإعلانات المباشرة. لاحظ معي هنا، فلم يتم بعض عرض إعلانات على الموقع الخاص بي. كما قلت، قمت بإنشاء 21 مقال وقمت باتباع بعض الخطوات. كما قلت، فالطريقة التي قمت بتشغيلها، قد قمت باستشارة مع أحد أصدقائي، قمت بالاستشارة مع أحد أصدقاء الخاصين بي،
وقال لي يجب عليك أن تقوم ببعض الخطوات، وقمت باتباع هذه الخطوات وتم قبول حسابي. لاحظوا معي، إذا ذهبت إلى جوجل أدسنس الخاص بي، لاحظوا معي هنا تم تحويل حسابي من حساب مستضاف إلى حساب عادي. لاحظ معي هنا كما تلاحظون أصبح حسابي الآن عادي، تم تحويله من مستضاف إلى عادي التي قمت باعتمادها، فهي سهلة للغاية. إن شاء الله في حلقة قادمة سأريك كيف قمت بإنشاء هذه المدونة، وكيف قمت كيف تم قبولي في أدسنس من خلال بعض الخطوات. لا أريد أن أقوم بإطالة في الحلقة، لأن هذه الحلقة فقط تقديمية حول كيف تم قبولي في أدسنس. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم الحلقة، أتمنى أن أكون قد قمت بإطالة عليكم بكثرة الكلام، لكن هذا هو الواقع. فلاحظت في الآونة الأخيرة فالعديد منا يقوم بمراسلة جوجل أسوي يتم رفض الحسابات ويتم رفض المواقع، وهذا شيء كما قلت لا يحبه الكثيرون. لهذا قمت بإنشاء هذه الحلقة حتى أريكم وأوضح لكم كيف تم قبولي في أدسنس. قد تجد بعض الشروحات على اليوتيوب يقولون كيف يتم الحصول على الحسابات، كيف تقوم بالحصول على كيف يتم تحويل، كيف يتم قبولك في أدسنس ويتم تحويله من مستضاف إلى عادي. ستجد بعض الشروحات يكثر عليك كثرة الكلام بكذا وكذا وكذا، ويجب عليك كذا ويجب عليك كذا، فلا تلك الأشياء فكما قلت لن تجدي معك نفعا. فقط يجب كما قلت أن تقوم باتباع هذه الخطوات التي قمت بشرحها لك. يجب عليك اعتماد على موقع أجنبي أو مدونة أجنبية، فإذا كان موقعك مثلا informatic.com قم بتحويله إلى لغة إنجليزية، وقم بوضع قالب باللغة الإنجليزية، ويجب أن تكون المدونة الخاصة بك، أو قم بربطه بإحدى إما البلوجر أو ووردبريس. من الأفضل أن تشتغل على البلوجر، لأن البلوجر تابع لجوجل أدسنس، وهذا سيسهل عليك المأمورية في تفعيل حسابك ويتم قبوله في أدسنس، وكذلك يتم عرض إعلانات عليه من خلال هذا الأخير كما قلت. وبعد ذلك بعد أن تقوم بوضع مدونة أجنبية، قم بوضع عليها 20 مقال، ويجب أن تكون هذه المقالات حصرية، ويجب أن لا تقوم ب كما قلت عمل كوبي كولي، أي تقوم بجلب المواضيع من إحدى المقالات الأجنبية وتقوم بوضعها على مدونتك. فاعلم أن جوجل أدسنس هناك موظفين يشتغلون في الخفاء، يقومون بمراجعة جميع الأشياء التي تقوم برفعها على المدونة الخاصة بك، وبذلك سيكتشفون أن الزيارات الخاصة بك أو المواضيع الخاصة بك ليست حصرية، وبعد ذلك سيتم رفض حسابك. لهذا قم باتباع الخطوات التي قمت بشرحها، وإن شاء الله في حلقة القادمة سأريكم مجموعة من الأشياء الأخرى. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع، أتمنى أن تكون أعجبتكم الحلقة. شكرا على المتابعة، لا تنسوا النقر على زر لايك للفيديو إذا أعجبتكم الحلقة بطبيعة الحال، وكذلك الاشتراك في القناة تشجيع لنا حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. وشكرا على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.